مرحبا، أغلبك سحر خطيبتي موجودة، أنا عطا بكون خطيبها. ماشي. هلا الطلبة هذه بنت طلمة، مين هي؟ شكلها بنت عمها؟ طبيعي بتطلع هيك بشعرها، صحيح انكو عيلة زبالة. عندي شغل بالمشحمة، عندي شفط 4 أرضيات لأربع سيارات، تأخرات، بعدين إذا أجي حدا بفكرنا حرامي هالكيتنا. شباب شو بتقول حزم؟ شو بدك انت شباب؟ شو بتتهبل يا عطل؟ انت خطيبها؟ طولت علي. الشغلة تأخرت، عندي شغل بالمشحمة، والله المعلم لا يذبحني إن شاء الله ليت، عندي 4 سيارات تنظيف من جوا، غسيل. حبيبي تأخرت عليك، سوري كثير، بس كان في هيك من شغلة بإيدي بدي أخلصها. تأخرت كثير علي يا سوري حبيبي. شو هالجمال؟ ما شاء الله ما شاء الله. حبيبتي حبيبي عيونك يا حبيبي، كلك ذوق. مين اللي بتطلعت اللي فتحت لي هذه؟ ايه عيب حبيبي تحكي عنها هيك، مش حلو هذا الكلام. يلا عن عرضها ما ابشعها يا شيخه، وجهها زي اللي برجلي. عطا عطا، مش حلو هذا الحكي. الحياه يا حبيبي مش بالمظاهر، الحياه بالجوهر، ان نحن نطلع على الشكل.